السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. شب برات کی رات اس دعا کو لازمی پڑھ لیں. جو شخص بھی شب برات کی رات اس دعا کو پڑھے گا وہ بری موت سے محفوظ رہے گا, اسے بہترین رزق عطا کیا جائے گا, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ نیک بختوں میں لکھا جائے گا, بدبختی سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی. تو میرے ساتھ مل کر کم از کم ایک مرتبہ اس دعا کو لازمی پڑھیں اور اپنے ان پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اچھا رزق چاہیے, جو نیک بخت لکھوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو, جنہیں گناہوں کی معافی چاہیے, جنہیں اللہ کا پیار اللہ کا رحم چاہیے. آئیں میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھ لیں. اللهم يا ذا المن والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظماء المستجيرين ويا رجاء الراجين ويا صريح المستصرحين ويا أمان الخائفين ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فقيرا فامح عني اسم الشقاء واثبتني عندك سعيدا غنيا وإن كنت كتبتني في الكتاب عندك محروما مقترا على رزقي فامح عني حرماني وتقتير رزقي واكتبني عندك سعيدا غنيا موفقا للخير موثقا على رزقي فإنك قلت في أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.